حنا واحد المجموعه ديال ارباب الحمامات جاوا للولايه اليوم كيطالبوا واحد اللقاء تواصلي مع السيد الوالي. بغينا غير نبلغوا المعاناه ديالنا ديال الحمامات وديال الغساله وديال الطيابات، ولكن للاسف لحد الان باقي ما كاينش استجواب. وبغينا نوصلوا واحد النداء لسيدنا جلاله الملك الله ينصره والله يشافيه والله يعافيه والله يطب الاستقام ديالو. بغيناه يشوف فينا واحد النظره ان شاء الله. اليوم بغينا هذه الرساله توصل لسيدنا الله ينصره باش مالي الحمامات ولا الكساله ولا الطيابات، لانهم وصلوا لواحد النفق مسدود، لان الناس كتعاني وتعاني في صمت، يعني بهذه اللغه كما كيقولوا الناس جاعت والناس وصلت للجويع. الناس ما لان هذه الحكومه السابقه اللي بغات تخرج يعني غير سدات المالي الحمامات وخرجت مشات كدير الحملات الانتخابيه ديالها، ما فكرتش في الناس اللي هما جيعانين ما يفوق على 220 الف يعني مستخدم في الحمامات، ما فكرتش فيهم. انا بغيت غير نوصل لهم واحد الرساله، هاد الناس المسؤولين ملي كيبغوا يديروا شي قرار ديال الاغلاق خصهم يفكروا في نفوسهم هما الاولين، يحبسوا الخلصه عليهم هما باش يعرفوا بروسهم يعني الناس واش تا هما كيحسوا بداك الاحساس ولا ما يحسوش، لان الناس راه تعاني في صمت. وحنا عندنا علم بالناس كسروا الطيابات، حنا مالي الحمامات بنفوسهم، الناس راه هازين كريديات لا الطوموبيلات ولا الحمامات ولا لكل شيء، والناس يعني ما كاينش اللي كيفكر فيهم. نطلبوا الله هذه الرساله توصل سيدنا، ونطلبوا الله التيسير ان شاء الله في القريب العاجل. وشكرا. اليوم حنايا في واحد اللقاء اللي ماشي وقفه احتجاجيه وماشي شي حاجه، حيت حنا عارفين الظرفيه ما كتسمحش حتى بشي حاجه بحال هكا ولا شي تجمعات اللي هي كثيره. حنا واحد المجموعه ديال ارباب الحمامات جينا كنمثلوا واحد المجموعه اللي هي عريضه، كندويو على واحد المطالب اللي هي بسيطه. حنا ما طالبينش كيف كنقولوا دعم ولا تعويض ولا، الحمد لله داكشي اللي داز وتمحنا وتكرفسنا طيله عام دوزناه. يلاه كيف بدينا درنا امارش عاودوا ثاني سدوا لينا. والمشكل ديال هاد الظرفيه ديال عام راه ما دازتش ساهله، باش عام وتكون انسان ساد وتابعين لي فري وتابعينو بزاف الالتزامات راه شي حاجه اللي قاصحه. اش غنقول لك، غير الحمام الاصلاح ديالو تقريبا في هاد الظرفيه راه اللي ما خسرش راه ما نقولش لك المونطون تقريبا باش تصلح، حيت الحمام ماشي بحال القطاعات الاخرين. ان فوا تيتسد الحمام من نهار ومن كيتسد وانت غادي في الخسائر، والدليل على ذلك انه ماشي بحال القطاعات تاع الفتح. مثلا بغيتي تفتح الحمام راه خصك تعلمو بواحد السيمانه قبل يلاه يدير واحد الفياج ديال العود ما يقارب 5000 درهم الا سخن الحمام. هذا الشيء اللي غنقول لك. اما حنا كارباب حمامات وكنقولوا تضررنا، فما بالك يعني بالشغيله هذيك الفئه الهشه اللي كيف كنقولوا كتكسب قوتها نهار بنهار. زعما كاينه ولينا كنسمعوا عليهم لا ديالنا لا ديال ناس اخرين، كنسمعوا عليهم شي حالات وصلوا لهم اللي هي مزريه. وصراحه في هذا الوقت وفي هذه الظرفيه وفي هذا كيف كنقولوا في 2021 اللي وصلوا لها هاد الناس راه شي حاجه اللي كارثيه. حنا مع بلادنا ومع كيف كنقولوا مع الصحه فوق اي حاجه. حنا تابعين كيف كنقولوا التوجه ديال صاحب الجلاله القائد الاول والمنصف الاول للطبقه الضعيفه والطبقه الهشه اللي ما كاينش اللي كيسمع صوتها من غيره. حنايا جينا هنايا غير بغينا نوصلوا صوتنا، بغينا شحال نتواصلوا معاه. سمعنا ان الحلان غادي يكون يعني في عده منابر اعلاميه اللي هي موثوقه ان غيكون فاتح شو تنبير شريطه الجواز الصحي. حنا كشغيله وكناس اللي خدامين في الحمام حنا كنا من اول الناس اللي تلقحوا على اساس باش نستأنفوا العمل، وكذلك هو الشرط اللي غادي نديروه للناس اللي غايجيو ضروري كيف كنقولوا جواز صحي بواحد الطاقه استيعابيه اللي هي 50%. غيكون داكشي معقم والحمام راه بلاصه التعقيم، راه ما كندويوش على شي حاجه غريبه يلاه كيف جات المغرب ولا دخلت باقي الناس ما عارفينهاش. الحمام راه هو فين كيف كنقولوا راه ما كاينش اللي ما مشاش في صغره الحمام، الا كبر وما بقاتش ظروفه كتسمح لي باش يمشي الحمام ولا ارتقى ولا كيمشي بلايص اخرين، ولكن راه اوموا في صغره مشى وشاف الحمام كي داير. ملي كتدخل وانت في النقطه تتخرج. زائد ان الحمام الحمد لله نسخوا ربي بواحد الشهاده ديال واحد الطبيب اللي كاين مع اللجنه العلميه سي عبد الفتاح شاكي، باللي في واحد الانترفيو قال ان الحمام يعني كيف كنقولوا ماشي مرتع ديال الفيروسات، وبالعكس الحمام راه واحد المرتفق اللي هو كيف كنقولوا كيرجع من الانسان بالراحه النفسيه والصحية ربما كيداوي حتى شي امراض. راه حيت سمعنا من يسد الحمام كاينين بزاف ديال الامراض اللي ولاو الروماتيزم بزاف د الحوايج. كلمه اخيره اللي بغيت نوصلها هي يشوفوا بهاد الناس اللي في الحمام بعين الرحمه، حيت ما كاينش غير الكسال ولا مول الحمام، كاين الفرناتشي، كاين مول الرزمه، كاين اللي كيبيع الخراقي، كاين لي بلومبي اللي تيخدموا، كاينين بزاف د الناس ضروا حتى هما بهذا الشيء. كنتمنوا منهم يفتحوا معنا باب الحوار، وحنا مستعدين لاي بروتوكول حطوه. بطبيعه الحال راه حنايا حتى حنا باغيين مصلحه البلد بالدرجه الاولى.